شكرا ليك كابتن سيف، وشكرا لكل مشاهدي تلفزيون الحياه والملاعب اليوم بالفعل من داخل معسكر منتخبنا الوطني. ويمكن انفردنا بلحظات دخول سام مرسي في اول ظهور لي عبر شاشه قناه الحياه وبرنامج الملاعب اليوم. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني، برحب بيك وعامل يعني الله يكون في عون حضري والشناوي وعلي لطفي مبهدلهم. الأول بسلم على سيف وبقول له وحشني جدا ودايما موفق إن شاء الله. يعني الأول سام مرسي وأول ظهور لي وبعد التجنيس، ومهندس إيهاب لهيطة كان معاه وجابه هنا، يعني كان مشوار كبير جدا جدا إن هو يتجنس ويجي حاجة جديدة. لاعب نادي ويجن بيلعب في وسط الملعب 24 سنة سام مرسي، أعتقد إن شاء الله يكون إضافة لمنتخبنا الوطني. بالتاكيد طبعا ان الاول المهندس ايهاب عامل جهد مشكور عليه جدا، تعب فعلا الفتره اللي فاتت، الحمد لله حقق حاجه كويسه، طلع له بطاقه شخصيه مصريه ودي اول خطوه ان شاء الله عشان باسبوره يطلع. وكمان ان مستر كوبر ومحمود راحوا في زياره خاصه لانجلترا عشان يشوفوه على ارض الواقع واقتنعوا بيه وكان من المرشحين، فاذا هو لعيب يستحق المتابعه، وان هو معانا دلوقتي شاب مصري عايش في الغربه يعني في انجلترا، كان هو سعيد جدا وانطباعاته كانت مديه حماس شديد جدا لينا كجهاز، وان شاء الله ربنا يوفقه ويكون يعني اضافه لينا ان شاء الله. حراس المرمى الحضري الشناوي علي لطفي، اعتقد مجهود كبير وتدريبات قاسيه جدا منك وانت متعمدا. لا احنا يعني زي ما نقول في فتره اعداد جايين من راحه، بدانا السيكونس يعني في تدرج، لكن بدانا طبعا عندنا مباراه فبنستعد لها، ومش بنستعد لها بس، بنستعد لمباراه ثانيه بعد 10 ايام يعني من بدايه المعسكر ان شاء الله. يعني هم متحمسين جدا وهم مديني روح حلوه ومشجعين ان انا اشتغل بسعاده وبفرحه، هم حراس مميزين ويعني الزاد البشري للمنتخب يعني واخرين كمان. يعني الشناوي كان في كلام خاص معاك ليه امبارح، يعني جلسه خاصه كده مع الشناوي؟ لا هي دايما ده جزء من شغلنا، يعني ده جزء من الشغل، يعني الشغل هو مش فني بس او يعني ده اللي لفت نظري. يعني في كلام معين؟ في كلام دايما طول الوقت. من اخر مباراه اللي كان في حراسه المرمى الحضري؟ اكيد، لانه دايما انت بتحط اللاعب بتاعك او الحارس بتاعك في ليفل نفسي معين. طبعا قلت له ايه وقال لك؟ لا بنتكلم طبعا على المرحله اللي جايه، مرحله مهمه، وبقول ان احنا الفتره اللي جايه محتاجين رجاله ومحتاجين ناس تحس ان بقيمه العمل اللي احنا بنعمله، عشان ال 90 مليون مصري املهم كبير جدا في ان احنا نتاهل لكاس العالم، فلازم نبقى قد المسؤوليه، ولازم يبقى في ناس اللي بتشتغل عارفه كويس قوي قيمه المرحلة اللي جاية، بنهيئهم نفسيا، ودول ولادنا واحنا الكلام ما بيخلصش، بس عشان انت ايه عملت تتلصص. بشكرك كابتن ناجي، وعندنا ثقة كبيرة في حراسة مرمى منتخبنا، خبرات الشناوي حارس كبير، علي لطفي حارس كبير جدا حضري لا غبار عليه، اعتقد يعني ما شاء الله فورمكم. ربنا يوفقهم وان شاء الله يعملوا لنا حاجة كويسة ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن سيف، ده كان لقاء هام مع كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني.